بالنسبة للعمل فهيك خبرنا وائل جسار. الكليب هيدا فكرته إنسانية، فكرته جدا مؤثرة. النجمة اللبنانية إليسا صدرت أغنيتها الجديدة قهوة الماضي قائمة الترند على موقع تويتر لعدة أيام. هل معقولة نسمعها مستقبليا عم بتأدي أغنية هي مزيج عربي كردي؟ أكيد، بس بدها تكون مدروسة جدا لأنه ممنوع الفشل. كيف قدرت خسرت الوليد الحلاني أكثر من 20 كيلوغرام بسرعة قياسية؟ كثير منكم فكرتوا إنه عمل عملية أو خضع لعملية لحتى يقدر يضعف. لا، هو عمل حمية غذائية بتناسبه. في عدد كتير كبير من النساء بعينوا من ظهور خطوط بالعنق. إبرة صغيرة نقدر نتخلص من كل هالمشكلة اللي بتوكبنا كل حياتنا، والسبب وراثي والعلاج جدا بسيط. حرصت تعطي بعض النصايح للمراهقات يلي عم بعينوا من بشرة حساسة وجافة. إذا كنا مراهقات لازم نستعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الصبر أو زيت الزيتون. شو هي الإطلالات الأكثر رواجاً للصيف 2020؟ السنة الموضة شوي سبور شيك، فهيدا الشي خلى الموضة تكون مريحة السنة وخفيفة. حبينا نعلمك كيف تحضري طبق مقلوبة الباذنجان. برنامج من بيروت حاب ياخذ رأي عدد من المواطنين يلي عندهم خدمات بالمنزل، فبرأيكم هل معقول يتخلوا عن هيدي الخدمات بسبب أزمة الدولار؟ صارت هي سيدة المنزل، هي عم تتحول للخادمة فعليا. يعني الخادمة صارت بتقبض أكثر منا ونحن قاعدين بلا شغل أصلا. يعني يا ريت أنا بلاقي حدا يشغلني عنده كنس وأشطف وسيسر أموري.